لك شر الوقت الموالي بنابه سلام يا يمنا عطاها إحاله وبلنتها مل من عيون السحابة وبلنتها مل من عيون السحابة والسلم تغفى علينا ما ناشيها اللي بعز الله عياله ذيابه يا حي بس احمه ويا حي طارع عود يمثل في المواقف لابه فزعة بني عمه وفزعة عوانه وغيث الدنيا كل حياته نهابه عون الوحيد اللي يحده معاده لين اعتزاب اللي خصومه تهابه عود اللوابه شبه شحاله بينه وبين الحر الاشقر تشابه احوجي عين الظفر ما هو يخله والظن ما هو فل من اعتزابه من قف الشيخ الطيبات مبادئ شيخ من اهل امجاد ما لحسابه الشيخ بالنايش ما نجهل مساعي شيخ يجمع رايه ويكتدابه يا خرج كل الرياجل توحيه لا جا نهار شفت العالم كل الخصيمة يلاحه ووجههم كانها وجهة ذيابه تردع مشاريه كبار المشاريه تحسب مشاريه ويحسب حسابه شيخ بني عمه تعزه وتغله لجنبه تحترمه وترفع جنابه تاريخ شهران العريضه لوروه ما رفع من عصر النبي والصحابه وانك حطاني انت نامس عزاوه
ثيابه وسلم ما تخفى عليه مناشي هذي بعز الله عياله ثيابه يا حي بن زحمه ويا حي طارق عود اليمن فلفل مواقف لابه فزعت بني عمه وفزعت عوامي وغيث الدنيا كل حياته نهابه عون الوحيد اللي يحده معاده لين تزاب اللي خصومه تهابه عود الاوابه شبهه وشحانه بينه وبين الحر الاشقر تشابه احوجي عالم الظفر ما هو يخله والظلم ما هو فلمن اعتزابه من قف شيخ الطيبات مبادئ شيخ من اهل امجاد ما لحسابه الشيخ بن نايش ما نجهل مساعي شيخ يجمع رايه ويكتدابه يا خرج كل الرياجل توحي لا جنهار كايده